السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا فريق وحدة الدمج التكنولوجي أكاديمية مايكروسوفت مركز التطوير التكنولوجي دمياط، ولقائنا في اللقاء الرابع لمبادرتنا معا لإعداد معلم مبدع خبير باستخدام أدوات التكنولوجيا من مايكروسوفت، واللي بيرعاها سيادة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير مركز تطوير التكنولوجي أستاذ عادل شميس وباقي القيادات وخصوصا الأستاذة سولانج جرجور ومستر محمود ناصف. النهاردة عايزين نتعرف على مدربينا الأعزاء، الاثنين من إدارة كفر البطيخ والاثنين مبدعين تماما. معايا مس هبة محمد أحمد إبراهيم، هي معلم أول لغة أو معلم أول ألف لغة عربية بمدرسة الشهيد فتحي جمال فتحي الإعدادية، هي مدرب معتمد بأكاديمية مايكروسوفت مركز تطوير التكنولوجي دمياط، مدربة رائعة في استخدام التكنولوجيا في برنامج MCE، وهي معلم خبير معتمد من مايكروسوفت اللي احنا بنقول عليه MIE Expert لعدة سنوات، وهي طبعا MIE Master Trainer، وهتكون معانا النهاردة، هتشتغل معانا تاسك مهم جدا من التاسكس المطلوبة في الترشح. معنا المدرب المبدع اللي انضم الينا حديثا ولكن اضاف الينا كثيرا، الاستاذ محمد عبد الفتاح خلف، معلم اول لغه معلم اول الف لغه انجليزيه بمدرسه جامعه الشرق الابتدائيه كفر البطيخ، هو مدرب معتمد باكاديميه مايكروسوفت دمياط، مدرب في برنامج MCE، معلم خبير معتمد من مايكروسوفت MIE Expert and MIE Master Trainer، وهو مدرب لغة إنجليزية ببرنامج NTTP اللي هو البرنامج القومي لتدريب المعلمين، مدرب مخضرم ورائع وممتاز، ومبسوطين إن احنا ضمناه لفريقنا قريبا، وهيكون معانا النهاردة في التاسك التاني اللي هو ايه بقى؟ النهاردة مس هبة هتشتغل معانا تطبيق فورمز، وهتشتغلوا معانا بشكل يعني يوضح انا اقدر استخدمه ازاي في الكلاس بتاعي. اما مستر محمد فهيشتغل، عايزه قبل ما مستر محمد اكمل اقول لكم ان تطبيق فورمز عليه سؤال اختياري كامل في استماره الترشح، اوكي، وهنراجع مع بعض في الاخر. اما مستر محمد فبرضه هيشتغل معانا تطبيق فليب جريد، وموقع فليب جريد موقع جميل جدا، وهيعرفنا عليه مستر محمد، وهيعرفنا على اهم حاجتين موجودين فيه وموجودين في استمارة الترشح اللي هم الرحلات الافتراضية والجريد بالز او الاصدقاء على موقع فليب جريد. هنبدأ مع بعض ان شاء الله لقائنا النهاردة مع الاستاذة هبة، يا ريت تشاري شاشتك يا هبة، اتفضلي. شكرا ليكم، تفضلي يا هبة. تمام، كده تمام. صوت مسمار، الصوت واضح؟ ايوه سامعاك، بس علي صوتك شويه، كحي كده واستعدي. كده الصوت واضح ولا ايه؟ ايوه بس علي صوتك. علي صوتك، تفضلي. كده كويس؟ ايوه، وي ار تيتشرز يا جماعه، وي ار تيتشرز، يعني الصوت عالمي جهوري. ايوه، هو الصوت الجهوري ده. تمام، نبدا ان شاء الله. عايزه قبل ما تبداي اقول للزملاء اللي معانا النهارده ان انا بستمتع جدا انا وزفريقي بوجودنا معاكم، وبنستمتع اكتر لما بنلاقي اسئلتكم كتير، لان الاسئله كتير معناها انكم مهتمين وناويين على خير ان شاء الله. يتفضل. اعرف الاول ولا ابدا على طول؟ ان شاء الله. عرفي بنفسك وابداي على طول. الهبه محمد ابراهيم، معلم اول لغه عربيه اداره كف البطيخ MIE Expert، ويعادوا في فريق وحده دمج التكنولوجيا دمياط الجديد. ان شاء الله النهارده من ضمن المبادره بتاعتنا هنبدا نشتغل على تطبيق الفورم، وازاي نستغل الاسئله للطلاب بتوعنا، وهناخد الفورم ان شاء الله من مكانين ان شاء الله. فهنبدا كده من جوه فريق التيم ان شاء الله. طيب انا عندي التيم بتاعي، هنبدأ بالفرق. طبعا أنا ببقى أنشأت فرقة وبضمت لها الطلاب بتوعي عشان أبتدي أشير معاهم أو أضع لهم الواجبات المفروض
عفوا يجاوبوا عليه. طيب هنا عندنا انشأت فريق بالفعل. تمام. طيب الواجهة اللي قدامي دي بالظبط في دفتر ملاحظات الصفوف اللي هو الخاص بالطلاب بتوعي. تمام. طبعا رحت من الواجبات والدرجات. طب انا ازاي استخدم الفورم جوه التيم؟ هنا عندي الدفتر ده خاص بالطلاب بتوع اللي انا انشاته وانشات طلابي، كل واحد له مساحه. طيب طب انا عاوز اعمل لهم واجبات، اضغط هنا على الواجبات عشان بعد كده اضيفه لهم. طيب الواجبات اللي انا انشاتها دي مدرجه في موقع. طب انا عاوز انشئ اختبار جديد، بضغط على كلمة إنشاء وبضغط على اختبار. طب أول ما بضغط اختبار بتطلع لي الواجهة دي اللي هي النماذج أو اختبار إيه جديد، إن أنا هنشئ اختبار جديد للولاد أو إن أنا هضيف لهم اختبار مسبق أو أنا أعددته فيما سبق. طب أنا هبدأ يعني يا مس هبة، الفورمز بيتيح لي ان هو يوريني كل الاختبارات او كل النماذج اللي عملتها قبل كده، وفي ايوه نفس الوقت بيتيح لي ان انا انشئ اختبار جديد. انشئ تمام اختبار كده؟ جديد. اي تمام يا مسيو. تمام، اتفضل. يبقى انا عندي الفورم بتاعي هنا، انا ممكن يعني ادرج للولاد بتوعي والطلاب اختبار اعددته فيما سبق او ان انا انشئ اختبار جديد لهم. طب احنا هننشئ اختبار جديد، نضغط على علامة الزائد هنا اختبار جديد، هتفتح لي الواجهة بتاعة الفورم. طيب بداية كده اول حاجة عندي للواجهة دي، اول حاجة لازم يكون في عنوان للاختبار. طب انا محتاجه بس ان حد يضاف معايا على الفريق ده علشان هم هعمل كذا سؤال والموجودين معايا هيحلوا ويتفاعلوا على طول ونطلع شكل الاستجابه يبقى شكلها ايه. تمام عشان انضم للفريق. اول حاجه عندي هو اختيار مستر عنوان محمد دخل لكم رابط الفريق يا جماعة، اللي ادخلوا على داخل الفريق. معانا ينضم للفريق بتاع مس هبة. تمام. يبقى انا عندي هنا اختبار بدون عنوان، هنعمل مثلا كاختبار او ان احنا مثلا ده كزملاء هنكتب مثلا كرة القدم، عنوان الايه الشغل بتاعنا كرة القدم. خلاص بندرج صورة مثلا كرة القدم هنا. وتلقائي هنا بيبحث لي وانا بختار ايه. تمام. وبضغط إضافة. ده إزاي أنا أنشئ فورم. ده بالنسبة إيه للعنوان الفورم بتاعي. طيب بعد كده عاوزة النسق بتاعي، إن أنا أكون أعمل خلفية للاختبار بتاعي. تمام. طيب ممكن أدخل وصف هنا، يعني مثلا شرح مثلا أو استبيان للمباريات خاصة بنا. طيب بعد كده إضافة جديد بقى. أول حاجة عندي في الفورم إن أنا السؤال بتاعي اختيار، يعني مثلا له أكتر من إجابة، اختيار من متعدد. بنضغط نكتب السؤال هنا أول حاجة تحتل كرة القدم. مس هبة معلش قربي شوية من المايك، لو كانت السماعة معاكي يعني قربي شوية وعلي صوتك. تمام كده الفريق يا كويس. جماعة خاص، مش خاص بمصر بس، هو كل الزملاء على يعني من كل أنحاء العالم العربي مشرفينا، وأهلا بيكم جميعا. كل اللي يحب ان هو يعرف كل جديد في التكنولوجيا وفي استخدام التكنولوجيا في التعليم بنرحب بيه معانا. والمس اللي مش فاهمة حضرتك بس ركزي معانا، كل اللي بيحصل ان مس هبة بتنشئ اختبار او استطلاع رأي بداخل او استبيان اللي احنا بنسميه نموذج او فورم بداخل الفريق اللي احنا طلبنا منكم تنشئوه، في تعملوا فريق جوه التيمز او فصل خاص بالطلبة بتوعكم وتضيفوا فيه بعض الواجبات. فهي بتعرفنا ازاي دلوقتي نستخدم الفورمز جوه التيمز. تفضلي يا مسيو. ماشي تمام. يبقى انا عندي هنا اول سؤال عندي تحتل كرة القدم المركز نقط عالميا الاول ولا الثاني، وبرده ممكن نضيف خيار يبقى مثلا السادس، طبعا هي رقم اول عالميا يعني.
طيب بعد كده بحدد النقاط عندي. النقاط عندي من كام نقطة؟ مثلا نقطتين اللي هي الدرجات. وحضرتك طيب طبعا حددتي الإجابة الصح اللي انت عايزاهم لما يجاوبوا أيوه يعرفوها، صح؟ هتبقى الأول ولا التاني ولا التالت؟ تمام، هي الإجابة الأولى أنا كده طيب حددتها. من نقف جنب نضغط عليها بقى. أيوه تمام، تمام. شايف؟ هو احنا وريلهم يا مثلا ميس كده مكتوب جنبها ايه؟ تمام، يبقى إجابة افتتاحي صحيحة. يعني هنا ميس السؤال هبة حددت إن اللي هيجاوب الأول يبقى جاوب صح، أي تمام، حد يبقى جاوب دي أو دي يبقى جاوب غلط. تمام. تمام، يبقى انا هنا عندي كتبت السؤال وحددت الخيارات بتاعتي وعملت صح قدام العبارة الصحيحة. تمام، وكده اللي هيجاوب على الاول هو ده الصح، واللي جاوب الثاني او الثالث بقى دي اجابة خاطئة. طيب عدد النقاط بتاعت الـ الاجابة هي نقطتين، وطبعا السؤال هيبقى مطلوب هنا عندي. طيب ده لو انا مثلا عاوز اضيف عناوين، لا انا مش محتاجة العناوين دلوقتي. طب لو كتبنا سؤال تاني، احنا خدنا الاختيار بعد كده نص، نكتب مثلا سؤال هل للتعصب الكروي مخاطر؟ انا عامله الفور او النموذج ده عشان مناسبه كره القدم النهارده. يعني هل التعصب الكروي مخاطر على الانسان؟ تمام، وعلى الاستفهام. طيب احنا نكتب الاجابه بتاعتنا. طبعا دي المكان، مساحه الطالب، دي مساحه الطالب اللي ايه اللي هيكتب هنا. طيب اضافه الاجابه طبعا، ايوه هنقول المخاطر صحيه صحية واجتماعية واقتصادية. تمام كده، دي الإجابات اللي أنا عاوزاها. طبعا هنحدد النقاط مثلا 4 نقاط. طيب إجابة طويلة، أنا محتاجة الإجابة تكون مطولة. تمام، طيب بعد كده عندي مطلوبة، أيوة مطلوبة. إيه؟ طب انا عندي هنا مثلا علامة النسخ دي، لو انا عاوز اكرر نفس السؤال بضغط عليه تاني وايه وبكتبه. لو انا عاوز دي علامة النسخ، لو انا عاوز انسخ السؤال مرة اخرى. خلاص، طيب بعد كده عندي الجزء الثالث. إيه هنا عندي تقييم. إيه السؤال بتاعي هنكتبه؟ مثلا هل تمارس الرياضة، أو هل تمارس رياضة كرة القدم؟ تمام. طيب أنا عندي طبعا بحدد المستويات عندي، إما نجوم أو المستويات عندي مثلا من 1 لـ5 او من 1 لـ6 حسب المستوى بتاعي. طبعا كل ما المستوى بيعلى كل ما بيكون عندي الايه السكور اعلى، يعني من 1 لحد 10. خلاص، هما محددين 5. طب انا عايزه المستوى عندي رقمي مثلا من 1 لـ5 ولا نجوم، انا بحدد. خلاص، طيب وبعد كده عندي تاريخ. لو انا مثلا عاوزه اكتب حاجه فيها تاريخ، مثلا نقول متى كان كأس، أو متى أقيمت كأس الأمم الإفريقية، متى أقيمت مباريات كأس الأمم الإفريقية. ده طبعا ده سؤال محتاج مني ان انا ايه افتح هنا التاريخ اهو، وابتدي ايه لما اجي اعمل، لما اجي مثلا ارد على الاختبار ده بيتفتح قدامي تلقائي التقويم، ابتدي ايه اختار التاريخ المظبوط. تمام، طيب ده بالنسبة للفورم. طيب ده اللي يعتبر ده الخلاصة بتاعت الفورم اساسا، او ده اللي انا ممكن ايه اشتغل عليه لو انا هبتدي اسوي اختبار. طيب عندي هنا الاعدادات بتاعت الفورم بتاعتي بقى. طيب بالنسبه لاعدادات الفورم،
أول حاجة عندي خيارات الاختيار، خيارات إيه الاختبار بتاعي، إظهار نتائج تلقائيا. طيب أول حاجة عندي من الأشخاص اللي ممكن يملوا النموذج أو يردوا عليه، يمكن لأي أحد أي شخص الرد لو أنا سايباه متاح للكل يبقى أنا هضغط عليه، أو لو أنا من مؤسستي فقط اللي هم اللي معاهم نفس الامتداد بتاع البريد بتاعي. طيب لو أنا اخترتهم يبقى في عندي لازم تسجيل الاسم واستجابة واحدة لكل شخص علشان ما يسجلش أكتر من مرة، يبقى أنا بحدد أو بتحكم في اللي يرد على الاختبار بتاعي استجابة واحدة فقط أو أكتر من استجابة، تمام؟ أو بإمكان أشخاص معينين في مؤسسة الرد، يعني الناس في مؤسستي فقط أنا بختارها للرد، لا أنا هعمل الرد لأي شخص عشان ده متاح للكل. طيب بعد كده عندي خيارات الاستجابات، أيوه قبول الاستجابات. هنا عندي تاريخ البدء، هل أنا بحدد وقت معين لبداية الاختبار بتاعي، تمام؟ النهارده 22/6 الساعة 9 مثلا، وتاريخ الانتهاء أو خليه مثلا 8:30. الساعة 8:30 خلاص، ده الابتداء، ونهاية الاختبار بنحدده برضو الساعة 9، تمام؟ أو مثلا نخليه الساعة 10. طيب عندي هنا سؤال، عندي هنا جزء تاني، تبديل الترتيب عشوائي الأسئلة، إن الأسئلة تترتب عشوائيا، يعني مثلا لو أنا دخلت كذا مرة الترتيب بتاع الأسئلة مختلف مش ثابت. أيوه طيب عندي هنا الجزء الثاني تأمين تأمين الأسئلة، يعني مثلا يبقى في سؤال هو أنا عندي دلوقتي من 1 لـ 4 أنا صغت 4 أسئلة فقط، وهيجي لي هنا عدد الأسئلة اللي أنا صغتها في الاختبار بتاعي، تأمين الأسئلة يعني مثلا عاوزة سؤال واحد بس أن يبقى ثابت ما يتحركش من مكانه، فأنا بحدد طبعا هنا، لكن أنا مثلا عاوزة التبديل لكل الإيه الأسئلة. طيب بعد كده عندي تخصيص رسالة شكر، بخصص له مثلا رسالة شكر، شكرا. دي أول ما بيخلص الطالب النموذج أو الاختبار بتتبعت له الرسالة دي مباشرة. طيب هنا عندي إيصالات بالاستجابة، السماح بإرسال إيصالات بالاستجابة بعد الإرسال ولا عن طريق البريد الإلكتروني، خلاص كان عاوز الإعلام عندي على الفورم على طول. طيب ده بالنسبة للفورم بتاعي، طبعا يدخل يحل الفورم ده جوه التيم، لازم يكون معاه، لازم يكون من اعضاء الفريق عندي، خلاص. طيب عندي هنا التعاون او التكرار، انا عشان احصل على مثلا المشاركه للتعاون ممكن حصول على ارتباط للتحرير، لو انا يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب اوفيس 365 فقط، يعني اللي هم يقدروا يشاركوا هذا العمل او يحرروا فيه، انا بحدد انا مين اللي يقدر يشارك على الفورم بتاعي، العرض والتحرير، يعني مثلا يعرضوا ويعملوا تعديلات عليه، طبعا لا انا مش عاوزه خلاص، ولو كده بعمل نسخ وببعته. طيب مشاركه كقالب، ان انا مثلا لو عاوزه اشارك الفورم ده في اي مكان تاني ايه كقالب جاهز نشتغل عليه او اشتغل عليه مره اخرى، خلاص وبنعمل نسخ وبنرسله، تمام. طب هنا عند معاينه، ده شكل الفورم بتاعي، بيبقى الاسئله شكلها كده طبعا، كره القدم، الصوره والخلفيه والاستبيان للمباريات. عندي هنا برضو السؤال الاول، وانا طبعا بختار، فانا كنت محتاجه الاساتذه اللي معايا دلوقتي انهم مثلا يدخلوا عن طريق الكود على الفريق وابتدوا يحلوا الأسئلة علشان نشوف شكل الاستبيان أو شكل النتائج تطلع ازاي والاستجابات. ده السؤال الثاني طبعا، وده وفي الآخر هنا إرسال، خلاص. طيب أنا عندي هنا لو أنا ضغطت ما وقفت هنا، عندي ده القارئ الشامل، ده الإميرسيف ريدر اللي هو مثلا لو حد عنده قصور في القراءة أو لو عاوز ترجمة، بقدر ان انا بضغط على القارئ الشامل ده، خلاص، وابتدي مثلا ايه اسمع القراءات اللي عندي دي. لو انا ضغطت كده كرة القدم استبيان للمباريات، تمام، ده القارئ الشامل لو انا مش عارفه اقرا، او انا مثلا لو عاوزه اترجم
المحتوى بتاعي لو هو مثلا باللغه الانجليزيه مثلا وانا عاوز اترجم فيها او اي حاجه بستخدم الاميرسيف ريدر. هنا عندي جزئيه، هنا عندي الترجمه، هو لو انا مثلا عايزه اترجمه للغه تانية بختار اللغه وبترجمه خلاص. عندي هنا التاثيرات بتاعتي، بختار اللي بحاول ان انا مثلا اشوف الاسم والفعل والحرف لو انا عندي مثلا حاجات انا عاوزه اشوفها، مثلا بيحدد لي هنا كلها اسماء خلاص. لو انا عامله قطعه مثلا وعاوزه اشوفها فالاميرسيف ريدر ده بيهيئ لي حاجات كتير قوي كويسه، بيساعدني على الترجمه وبيعرفني انواع الكلمات اسم وفعل وحرف خلاص. وبرضه بقدر اتحكم في الخط وحجمه وسرعه الصوت وبطء الصوت خلاص. هنا برضو بقدر مثلا لو انا مثلا عاوزه اللي بيقرا قدامي بالسرعه او البطء، بطيء او السريع، وبرضو بقدر اغير اللي بيقرا قدامي من رجل لامراه. كرة القدم استبيان للمباريات. تمام، ده بالنسبة لجزئية خاصة بالإميرسيف ريدر جوه الفورم. دي خاصية حلوة جدا للناس اللي عندها مثلا ضعف في الترجمة أو مطلوب مثلا إنها تحقق حاجات، يعني تفهم حاجات محددة. يبقى على كل سؤال عندي لو في كلام قدام القارئ الشاملة خلاص. ده بالنسبة للفورم جوه التيم. حد عنده أي استفسار قبل ما نروح برضو من الأوفيس أو تطبيقات الأوفيس 365؟ بس ميرفت تمام حضرتك، اضغطي بقى تم عشان نشوفه عندنا على الكلاس اللي احنا داخلين عليه. تمام، هو موجود اهو كرة القدم. يا ريت ندخل عشان ميس هبه تمام. تورينا الريسبونسز. انا لما انا عملت تمام هنا اهو هضغط، لازم اضغط طبعا كلمة تعيين عشان ايه ينزل عندي يبقى ده مستحق غدا. زي يعني ما حضراتكم شفتوا ميس هبه عشان تنزله لنا بعد ما خلصت وضغطت على كلمة تعيين اللي هي assign بالانجلش. تمام اتفضلي. طب ندخل بقى مس ميرفت على الاوفيس 365 تمام كده. تمام، يعني حضرتك هتورينا بقى تطبيق الفورمز نفسه بندخله من ايوه الاوفيس من البريد الموحد ازاي. تمام. احنا كده هنشوف ازاي انا ادخل على الفورمز من البريد الموحد يا جماعة. اتفضلي يا مس. طيب انا عندي هنا طبعا التطبيقات سواء البريد الموحد او 365، بنضغط على التطبيقات عندي هنا تمام. فبنختار الفورم تمام، دي الواجهه بتاعته. ولو انت لاحظتوا ده الاختبار اللي انا اعددته الوقت على التيم اللي هو كره القدم، نزل مباشره عندي على الايه على 365 او الايميل بتاعي معنى كده تمام. انه التيمز ان مرتبط خمسه بالايميل الفار بتاعي، فبالتالي الوان درايف بتاع الايميل هو نفس الوان، هو نفس الوان درايف بتاع التيمز. يعني بيحفظ الشغل اللي جوه تيمز بيحفظ على الايميل بتاعي. الحفظ تلقائي تمام كده. طيب عندي دي الواجهه بتاعت التيم، عندي دي الاختبارات اللي انا اعددتها فيما سبق. طيب لما هاجي اصير اختبار جديد برضو هنا قدامي حاجتين، اختبار جديد او نموذج. نموذج ده استبيان، لو انا مثلا عاوزه اعمل استبيان مثلا عن التعليم في مصر، عن فيروس كورونا، عن اي حاجه، ده نموذج زي بنطلب طبعا فيه الاسم والسن والبريد الالكتروني زي ما بيتبعت لنا استبيان ان احنا مثلا نقول راينا في حاجه بنعمله من الفورم من هنا خلاص. وفوق ده بقى الكويز او الايه اختبار جديد. لو ضغطنا على اختبار هي نفس الواجهه برضو اللي احنا دخلنا منها من التيمز بالظبط، ولكن الفرق ان التانية جوه الفريق بتاعي بتبقى بسهوله ان انا مثلا بصيغها عندي بديها للطلاب، والفورم في التيم او في الاوفيس عندي مرتبطين ببعض فانا ما فيش مشكله اشتغل من هنا او من هنا خلاص. طيب هنا عندي لما ننشئ برضو اختبار جديد، برضو اول حاجه عندي عنوان الاختبار، مثلا انا هختار درس او الصف الاول اعدادي بناء القيروان
بناء القيروان. تمام كده. وبرضو ممكن نختار صورة من هنا لو انا عاوزين ندرج صورة، اما مثلا تحميل او من وان درايف او في البنج عندي هنا. تمام كده. ونعمل نضغط على إضافة. طبعا هنا ممكن نزيل الصورة، نزيلها أو مثلا نعمل لها تعديل زي ما احنا عاوزين. ده العنوان بتاعي. النسق عندي برضو بغير الخلفية بتاعت الاختبار بتاعي. طيب أنا هنا عاوزة مثلا أضيف وصف للدرس بتاعي مثلا. لو أنا عاوزة أضيف وصف هضيفه هنا، هنقول اهتمام عقبة لبناء مدينة قيروان. خلاص ده وصف للاختبار بتاعي. طيب عندي بعد كده نفس الاختبار برضه اختيار من متعدد، هجيب كذا سؤال وعليهم كذا اختيار. ممكن اضيف له صورة هنا. السؤال عندي اول حاجة، لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ ده أول اختيار عندي، مثلا مقر للجيش. مقر للجيش طبعا أنا عايزة أي أكتر من اختيار. يعني عندي هنا عاصمة للدولة الإسلامية، ممكن أضيف اختيار كمان. لتوسيع الرقعة الإسلامية. ممكن مثلا للتنزه، او دي بعيده مش ضروري. طب انا عندي هنا طبعا هعمل صح قدام الايه، الاجابه الصحيحه اهو مقر للجيش. خلاص. طيب عندي هنا، طب انا مثلا عاوز اكتب اكتر من اجابه، بضغط على اجابات متعدده. لا دي لا. مثلا نكتب هنا. وطبعا لما ميس هبه عملت اجابات متعدده، لاحظتوا حضراتكم ان الدايره بقت مربع عشان تقدر تختار اكتر من اجابه. يبقى انا عندي هنا اهو، دي انا عايزه، هم دول الاجابتين الصح، مقر الجيش وعاصمه للدوله، دول اجابتين. لما انا ضغطت على اجابات متعدده يبقى انا اقدر اضيف اكتر من اجابه للسؤال. خلاص دي الإجابات الصحيحة، ونحط لها برضو نقاط مثلا 4، كل واحدة نقطتين. وطبعا السؤال ده يبقى مطلوب برضو. عندي هنا جزء عندي إن أنا أعمل ترتيب عشوائي للخيارات. يعني مثلا مع كل مرة الاختيارات بتتغير، يعني ترتيبها بيتغير. خلاص أنا يعني عملت عشان ترتيب لما ترتيب. الطلبة بتحب تملي بعض الإجابات كده هيتلخبطوا، لأن الترتيب عشوائي للأسئلة. تمام؟ تمام. عندي الجزء ده بتاع خاص بالرياضيات، ده لو انا مثلا مدرس رياضيات لما بضغط عليه هنا، عايزين بس نطلع منها الاول، بلاش ده، نضغط سؤال جديد الاول. ومثلا نص اهو، السؤال رقم ده لو احنا مثلا عملنا حاجه خاصه بالرياضيات كده، نكتب مثلا اكس. انا طبعا مدرس لغه عربيه، فما حدش بقى يعني محتاجه مساعده. زائد واي مثلا يساوي. خلاص ده بالنسبه للجزء بتاع الرياضيات. حضرتك بقى بتضيفه طبعا، او دي حاجه خاصه بمدرسين الرياضيات اهو. ادخل معادله. جميل جدا كده، جميل.
طبعا الاساتذه مدرس انا لغه عربيه، فاساتذه الرياضيات طبعا هم ده شغلهم، بس احنا يبتدوا وضحنا بقى له ايه. المكان، هو يقدر يعمل امتحان كامل رياضيات بسهولة جدا. ايوه طيب فعلا. احنا كده يا مس هبة عرفنا الناس ازاي انا ادخل على الفورمز من داخل الكلاس بتاعي اللي انا انشأته جوه التيمز، وانشئ اختبار او استطلاع رأي، وكمان حضرتك وريتيهم كمان ازاي يدخلوا على تطبيق الفورمز اللي هو برضو هو بس نفس من التطبيق. الايميل بتاعهم. ايوه احنا هنقف لحد النقطة دي. شكرا ليكي، حلو جدا يعني ما شاء الله. محتاجة ان حضراتكم بقى تدخلوا تستكشفوا وتعرفوا الدنيا، ونزل لكم رابط كمان لشرح قديم للفوربس عشان هو اخد بقى ساعة كاملة. فهيبة كده ادتكم الطريق ووريتكم البدايات وازاي اعمل اسئلة وازاي اغير نوع الاسئلة وازاي اختار الاجابة الصحيحة، ازاي اخلي الاختيار متعدد او اختيار واحد بس. فاتفضلوا طبقوا وان شاء الله هتلاقوا الدنيا حلوة جدا. نقطة واحدة بس يا مس، بالنسبة للتشير بتاع أنا اه عملت الفورم تمام. ناقصنا بس ازاي تشير الرابط بتاع الاختبار لو انت تمام عامله من جوه الايميل. اتفضلي. تمام عندي هنا تجميع الاستجابات، بضغط عليه، عندي إرسال استجابات تجميعها، يمكن لأي شخص الرد لو ده تسمحي يا هبة، كان نعم الأول اسمها مشاركة، دلوقتي بقى مشاركة اسمها تجميع تجميع. الاستجابات، أيوه الاسم اتغير مع التحديث الجديد طبعا. اللي هي كانت شير بقت كولكت ريسبونسز عشان اللي يدخل أيوه يعمل الفورم ما يتلخبطش. تمام. اتفضلي. ما انا برضو دخلت ابص لقيت الواجهه متغيره يعني، ف اكيد، ما هو في ده تحديث باستمرار. تحديث. ايوه فنضغط على القائمه دي كده، عندي اختيارات اهو، انا هشارك الفورم ده مع مين، اي شخص يرد طبعا، لو انا عملت اي شخص باي حد بره المؤسسه جوه المؤسسه بتاعتي من حقه ان هو ايه يحل الفورم ده، او اشخاص في مؤسستي فقط اللي هو الاوفيس 365، او اشخاص معينين انا بحددهم، لو انا ضغطت على معينين بختار الايه الناس المعينه. خلاص انا اعمل اي شخص يرد. طيب وبعد كده بضغط على نسخ، وباخده طبعا بحطه مثلا في الجروب او في اي حاجه انا عاوزه ايه في اي جروب انا عاوزاه اللي يوصل له هذا الايه الفورم. تمام ده بالنسبه لتشهير الفورم بتاعك، واي سؤال تاني انا تحت امر حضرتك يعني باذن الله، ويا ريت اكون شكرا قدرت ليك بان يا انا هبة والله، يعني احنا يعني بجد احنا بنحاول نعمل لكم كل حاجة في كبسولة صغيرة. فشكرا ان انت في نص ساعة قدرتي تعملي توضحي للناس أهمية الفورمز وازاي نعمل اختبار وازاي نعمل فورم او استطلاع رأي او استبيان او كده. والناس بقى لازم تجرب، احنا دايما بنقول للناس بتوعنا في الفرق في الفريق، احنا بنفتح لك الطريق وانت اتفضل امشي فيه. تمام، شكرا يا هبة، ألف شكر. هننتقل للجزء الثاني من الميتنج بتاعنا النهارده، وموقع فليب جريد. في ناس سألت أسئلة وترد عليها بأن الموقع ده هو اللي هيفيدها في الأسئلة دي، الناس بتوع رياضة الأطفال بالذات عشان هم بيبقى دايما عايزين يتكلموا مع الطلبة لأن الطلبة لسه ما قرأتش. فمستر محمد خلف هيمتعنا بتطبيق أو موقع فليب جريد وكيفية التعامل معه برضه في كبسولة صغيرة، وهنزل لكم رابط المحاضرة شرحها قبل كده كاملة عن الفليب جريد عشان تشوفوه معانا النهاردة وتسمعوا المحاضرة بعد كده. اتفضل يا مستر محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر حضرتك ميس ميرفت على المقدمة الجميلة ديت، اللي طبعا إحنا ما كناش قدرنا نوصل لها إلا بدعم حضرتك وبدعم قائد الفريق مستر عادل، وبشكر زملائي الموجودين معايا في الفريق على الدعم المستمر ليهم، وحابب كمان إن أنا أحيي ميس هبة على الشرح الجميل المبسط الممتع اللي هي قامت به من شوية، وما شاء الله هي زي ما بيقولوا كده آلة السهل الممتنع، هي قدمت لنا كل حاجة بسيطة عن المايكروسوفت فورم في 30 دقيقة، ونتمنى بقى من الناس كلها إن هي تشتغل وهي تعمل الفورم الخاص بيها. في البداية خلينا بس نشغل الشاشة كده. وقفت على ما كده مستر الشاشة. محمد يشير عايز افكركم ايه هو الفليب جريد. الفليب جريد موقع تعليمي. ليه مهم؟ احنا ليه قلناه دلوقتي؟ لان هو يعتبر من اساسيات الاستماره، مطلوب انك انت تشتغل عليه ولو حاجه واحده من اللي هيوريها لكم مستر محمد، وفي سؤالين عليه هتجاوبوهم مع مستر محمد دلوقتي. سوري يا مستر قطعتك بس عشان لا يا نربط فندم الاحداث تحت أمرك ببعضيها. مفيش مشكلة. اتفضل. الموقع بتاع النهاردة أو التطبيق اللي هنشتغل عليه اسمه فليب جريد. فليب جريد
طبعا معاكم محمد خلف سيرتيفايد اديوكيتور الفليب جريد. هو موقع او هي منصه الكترونيه بتسمح للمعلمين بانشاء جروبات او مجموعات عمل بتتيح ليهم التواصل مع طلابهم واعطائهم دروس جذابه ودروس شيقه، وبيتفاعلوا مع بعض من خلال فصل افتراضي. يعني المنصه بتنشئ لي فصل افتراضي اونلاين بقدر من خلاله ان انا اتواصل مع الطلبه بتوعي، واقدر ابعت لهم موضوعات وهم يعملوا عليها استجابات، سواء استجابات فيديو او استجابات صوتيه. طبعا زي ما مس ميرفت نوهت من شويه، انا شفت في التعليقات ان في حد من رياض الاطفال سال وقال انا عايز الولد هو اللي يقول بصوته، الولد هو اللي يجاوب بفيديو او بصوت. الامر ده متاح موجود معانا في الفليب جريد، وهنعرف مع بعض دلوقتي ازاي. الفليب جريد بيحتوي على اعدادات امان وخصوصيه شديده جدا، فاي طالب او اي ولي امر ما يكونش عنده اي نوع من القلق ان هو يدخل ابنه او يتواصل او يشتغل على منصه الفليب جريد. طبعا منصه الفليب جريد او تطبيق الفليب جريد هو من انتاج مايكروسوفت، يعني مايكروسوفت هي الشركه الام للفليب جريد. كمان الموقع ده بيسمح للطلاب ان هم يعملوا ردود على نفسهم، يعني يعمل الطالب ان هو ممكن يرد على زميله، ان هو يتناقش معاه، يعمل كوبريت، يعمل مشاركه مع بعض الزملاء بحيث ان هم يطلعوا موضوع او يعملوا استجابات واحده. طيب ايه هي الاهميه اللي احنا هنتناولها مع الفليب جريد؟ الفليب جريد بيعتبر بيئه مرنه للتواصل بين المعلم والطالب، وزي ما احنا شايفين مع بعض في الشريحه اللي قدامنا دي بيقول لي empower every voice. يعني ايه empower every voice؟ يعني خلي كل طالب في الدنيا يعبر عن صوته. اي طالب واي ولد او اي متعلم عندي في الفصل او بره الفصل ممكن ان هو يعبر عن الصوت بتاعه بدون اي قيود، ما حدش بيتحكم في انه هو يقول اللي هو عايز يقوله. لذلك هو بيتيح ليهم الكرياتيفيتي، بيخليهم دايما مبدعين، بيخليهم دايما يعرفوا ازاي يخرجوا بره الصندوق زي ما بنقول. في نقطة مهمة جدا وهي من اهم المميزات اللي بتميز الفليب جريد عن كل التطبيقات اللي بتشتغل في مايكروسوفت، وهي ان الطالب اللي بيعاني من الخجل، اللي مش بيقدر يتكلم، اللي ما بيقدرش يقول صوته في الفصل، الفليب جريد اتاحت له ان هو يسجل نفسه لوحده بدون ما حد يكون شايفه، بدون ما المعلم بتاعه يديله انستراكشنز او تعليمات، بدون ما المعلم بتاعه يديله توجيهات، وبعد كده بيبعت لي الاستجابه انا بشوفها وبحييه عليها وبديله كمان الدرجه اللي هو يستحقها. طيب هو بالنسبه للمعلم اهميته في ايه؟ الفليب جريد بيعطيني طريقه جذابه جدا للولد علشان يقدر يبحث عن موضوع. يبحث عن موضوع ازاي؟ يقدر يشتغل على موضوع ويقدر يشوف ايه المصادر المختلفة من التعلم بتاع الموضوع ده، ويقدر يبحث عنها هو بنفسه بدون ما يكون في اي مخرجات او بدون ما يكون في اي حاجة من بره بحس ان هي تأثر على عملية التعلم بتاعه. كمان الفليب جريد بيتيح لي انا كمعلم ان انا اتواصل مع معلمين او educators من البلاد المختلفه، يعني يكون في بيننا وبين بعض شبكه تواصل زيها زي شبكه الفيسبوك بنسميها الجريد بول. والجريد بول ده السؤال الثاني اللي احنا هنتعرض بيه في الشرح النهارده، وهنعرف ازاي ان احنا نعمل او نكون جريد بولز، واقدر ازاي احسب العدد اللي انا احطه في الاستمارة. طيب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني علشان ادخل على الفليب جريد في طريقتين. الطريقه الاولى وهي ان انا ادخل من نظام الويندوز او من اللابتوب او الكمبيوتر، وده من خلال الرابط بتاع الساين اب. طبعا بعد اذن مس ميرفت يا ريت اللي هيدخل على الفليب جريد ننزل له الرابط اللي هو موجود عندي في الشريحه ده علشان ينضم للفليب جريد
لأول مرة. الناس اللي عملت ساين أب قبل كده ما تدخلش على الرابط، الناس اللي بتدخل لأول مرة بس هي اللي هتدخل على الرابط ده. طيب بالنسبة لتسجيل الدخول أو طريقة إنشاء الحساب لأول مرة، الفليب جريد زي ما احنا شايفين في الشريحة عندي طريقتين بسيطة جدا، أو طريقتين بسيطة علشان خاطر إن أنا أقدر أعمل بهم تسجيل دخول. طبعا انا في عندي خيارين، الخيار الاول ان انا بسجل كإديوكيتور، وطبعا ده لكل المعلمين او كل التيتشرز، وستودنتس ده للطلبه. لازم اسجل كمعلم ما اسجلش طالب علشان ابدا اعمل جروبات واعمل موضوعات. عندي الفليب جريد اداني تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انا اشتغل على جوجل، ان انا اسجل بالايميل او الجيميل، وده انا بفضله، ويا ريت نبعد عن الحساب الموحد في الفليب جريد بالذات، واحنا قبل كده شرحنا ليه بنبعد عن الحساب الموحد في الفليب جريد. فيا ريت اللي هيسجل على الفليب جريد لاول مره يسجل بالجيميل او يسجل بالمايكروسوفت. طب واحد هيسالني سؤال، هل الموضوع ان انا اسجل بالجيميل هيمنعني من اني اسجل الاستماره بتاعتي بالحساب تاني؟ لا، ملهاش اي علاقه. انا ممكن اسجل بالجيميل واسجل حساب الفليب جريد بالجيميل واحط الرابط بتاعه في داخل الاستماره اللي انا مسجل فيها بالحساب الموحد، عادي مفيش فيها اي مشكله. بعد ما بعمل خطوات، تاني خطوه من انشاء الحساب بيديني بعض البيانات او المعلومات الاساسيه عني. اول حاجه الاسم الاول، الاسم الثاني، الدوله، المدرسه، ماده التدريس، وطبعا كل الخطوات دي علشان طبعا بيجمع معلومات علشان يكون خاص الفليب جريد بتاعك او الديزاين او الاهتمامات بتاعتك بتكون جوه الفليب جريد مخصوصه للفئه العمريه اللي انت بتشتغل فيها. يعني مثلا انا لو بدرس على كي جي حضانه، اكتب ان انا بدرس الحضانه، فهلاقي الموضوعات المتاحه او الموضوعات المقترحه ليا على المنصه من الداخل بتكون متعلقه بالحضانه. لو انا بدرس للفئه العمريه من 5 سنين ل 12 سنه اللي احنا بنقول عليها الاليمنتري او البرايمري او الابتدائيه، بيكون الموضوعات خاصه بالموضوعات او الصفه او الفئه العمريه دي. بعد ما بخلص خطوات انشاء الحساب بعمل، طبعا لازم اعمل ان انا بوافق على الشروط والاحكام، وبعد كده بقول ليتس جو. نقفل الشير وندخل على على التطبيق العملي في الفليب جريد. دي الشاشة الرئيسية اللي بتظهر عندي في الفليب جريد. استأذنك يا مستر محمد، يا جماعة الفورم كان مغلق فعلا بس انا فتحته، وبعدين احنا نركز في الشرح عشان خاطري، عشان لما يعدي كده الكلام وما تسمعوش هتحتاجوا يتعاد تاني، فنركز في الشرح. الفورم اتفتح ومفيش مشكلة خالص. وفي معلومة تانية، انا هسيب الفورم مفتوح لحد الساعه 12 بالليل بس، بعد كده اقفله. اتفضل يا مستر. طيب الرابط اللي نزل يا مس ميرفت هنزله تاني اهو عشان اللي ساين اب. نزلنا انا ومستر رابط الخاص بالفليب جريد اللي هيسجل لاول مره. تمام اوكي. نرجع تاني للواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج. دي الواجهة الرئيسية عندي. اديني بس دقيقة مس ميرفت احط الباور، معلش. حضرتك هتنزل لهم رابط الباور اللي مشروح فيه الفليب جريد. ان شاء الله بعد ما اخلص هنزل لهم الرابط. تمام جدا، هنزل اهو. نزله. طيب تمام، ده شيء ده هيفيدهم جدا وهيساعد كتير. هعمله بي دي اف ان شاء الله وهنزله باذن الله بعد ما اخلص المحاضره باذن الله. تمام. ده الشكل بتاعنا بتاع الفليب جريد. بعد ما بخلص كل الخطوات اللي احنا شرحناها من شويه بتاعه الساين اب، بدخل هنا على الفليب جريد، ودي الصفحه الرئيسيه بتاعه الفليب جريد. زي ما احنا شايفين ده الشعار فوق هنا على الشمال مكتوب فليب جريد. طبعا فليب جريد جايه من كلمه فليب كلاس روم او الفصل المقلوب. الفصل المقلوب اللي هو الطالب بيتعلم فيه بذاته يعني بنفسه. دي عندي هنا الجروبس، ودي الجروبات اللي انا قمت بانشائها، وجنبي منها في التوبكس. انا عندي 21 جروب وعندي 25 توبك. طيب ايه الفرق ما بين الجروب او المجموعه والموضوع؟ وده سؤال مهم جدا. انا ما اقدرش، الجروب هو الفصل بتاعي،
ما اقدرش اعمل موضوع الا لازم يكون عندي جروب. يبقى انا هبدأ من البداية خالص ان انا هعمل انشاء جروب. اعمل انشاء جروب منين؟ هاجي هنا على علامة البلاس الزرقاء دي وهعمل ادوس عليها. هيجي لي حاجتين اساسيتين هم. الخيار الاول اللي هو بيديني كرييت ا جروب، الخيار الثاني اللي هو جوين ا جروب. انا عايز انشئ فصل فهضغط على كرييت ا جروب. بيفتح معايا هنا جروب جديد وبيقول لي انشئ جروب. اول حاجه هنا بيقول لي طبعا فيها ايه؟ فيها اسم الجروب، فانا هخليه الاسم ببادره معلم. ممكن طلب يا مستر محمد؟ اتفضلي يا مس ميرفت. صوتك سابق الصورة، فبالراحة على قد ما تقدر عشان الكلام يكون كده، وعايزين عارفة الفريق جريد عايز مننا ساعة ونص وأنا خايف يزهقوا مني. لا لا، ما احنا هنركز في كبسولة بقى وهننزل رابط الفليب جريد اللي أنت كنت شارحه من أقل من شهر، تمام؟ ماشي خلاص، هنعمل بس الجروب بسرعة وبعد كده أدخل على الموضوع إن شاء الله، مش هطول فيه. هسمي الفريق بتاعي اللي انا هقوم بيه اسمه مبادرة معلم مبدع خبير. ده اسم الفريق اللي انا همشيه دلوقتي، وهبعت لحضراتكم الرابط بتاعه. طبعا بعد الرابط في عندي النسق الثيم. انا لو شايف ان ده النسق ده عاجبني ممكن انا اسيبه، او ممكن اختار واحد تاني من المتاح ليا وفي اشكال وحاجات حلوه كتير، ممكن انا اختار ده وبعدين هقول له كونتينيو. هاجي هنا بقى للدعوه بتاعه الفريق او الجروب ده، انا عايز اخلي الناس تدخل او اخلي الطلبه تيجي عندي. عندي هنا الاوبشن الاول اللي هو اللينك، اللينك اللي انا هقدر اعمل له شير مع الولاد، ممكن ابعته من خلال الايميل او ممكن اضيف الجوجل كلاس روم. لو انا عندي بالفعل ناس موجوده، انا منشئ او قمت بانشاء فريق على جوجل كلاس روم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هو كان جوين، مين اللي يقدر ان هو ينضم للفريق ده؟ لو انا عايز ناس معينه تنضم للفريق يبقى انا هقول اونلي بيبل يو ابروف، الناس اللي انا هسمح لها بس ان هي تنضم. لكن انا لو فتحت اللينك كده وخليته اي حد معاه اللينك يبقى اي حد معاه اللينك هيقدر ينضم زي ما هعمل دلوقتي مع حضراتكم، وبعدين هقول له كرييت ا جروب. طبعا في عندي حاجه مهمه هنا ان انا بعملها، ممكن احط يوزر نيم انستيت، ده انا مش محتاجه حاليا، فخلينا ان انا هنشئ الجروب على طول. هنشئ الجروب. في عندي حاجه هنا لحظة، هحط في الايميل اللي انا هضيفه معايا، عايز اضيف حد او هضيف دومين معين، فهقول مثلا اد ياهو. هحط كمان دومين اد هوت ميل. اقدر احط اكتر من دومين زي ما انا عايز، وبعدين هقول له كرييت ا جروب. خلاص هنا الجروب زي ما احنا شايفين كده تم انشاؤه بالفعل. بيقول لي اعمل بعد كده مشاركه للجروب. في عندي ايه في المشاركه او الاوبشنز اللي هو عطاهاني عشان اشارك الجروب؟ بيديني اكتر من احتمال، بيعطيني خيارات كتير جدا علشان اقدر اشارك الجروب بتاعي. اول حاجه ان انا بعمل سكان. لو اي حد دلوقتي ماسك الموبايل وعمل سكان للكيو ار كود ده هيقدر ينضم للجروب بتاعي بكل سهوله. ممكن انا اعمله داونلود وابعته على الواتساب. طيب في ايه كمان؟ ممكن انسخ اللينك اللي انا انشاته دلوقتي للجروب وهقول له هروح على الشات الخاص بالاجتماع بتاعنا النهارده وهحطه علشان اي حد يقدر ينضم للجروب اللي احنا تم انشاؤه منذ قليل. هرجع تاني، عندي في ايه تاني في خيارات المشاركة؟ عندي ممكن انا اضيف فصل انا قمت بانشائه، لو انا قمت بانشاء جوجل كلاس روم ودي خطوة بعدين ممكن احنا نعملها، ممكن اخده كرابط متضمن جوه ملف، ممكن اشيره من خلال المايكروسوفت تيمز،
ممكن احطه على تويتر، ممكن احطه في اي مكان، دي طبعا كلها خيارات المشاركه بتاعه الجروب. خلاص انا انشات الجروب، جه الدور دلوقتي ان انا انشئ توبيك. انا جوه الجروب حاليا وانا دلوقتي مفيش غير ممبر واحد، خلينا انشئ توبيك ونشوف ازاي ان احنا هنعمل موضوع جوه الجروب. يبقى الخطوه الاولى هي ان انا اعمل موضوع، الخطوه اسف ان انا اعمل جروب، الخطوه الثانيه هي ان انا اعمل موضوع. الموضوع هو عباره عن ايه؟ الموضوع هو الدرس اللي حضرتك عايز تخلي الاولاد يتعلموا فيه، الدرس اللي انا عايزه او البحث اللي هم عايزه هم يقوموا بيه يدوني استجابات عليه. طيب هكتب موضوع وليكن مثلا جلوبال وارمنج، موضوع انا هكتبه للولاد. انا عايز دلوقتي اكتب موضوع او اعمل لهم بحث عن جلوبال وارمنج. طبعا لو احنا بنكتب حاجه عن رياضه الاطفال ممكن نكتب حاجه تناسب رياضه الاطفال، مثلا اقول له ما مكونات العدد 10 مثلا، ما حصل ضرب، هو ممكن يكتب لي يجيب لي الاستجابه بتاعته صوت وصوره، وده هنشوفه ازاي. بعد ما بكتب فوق الجلوبال وارمنج عندي هنا الديسكريبشن. طب انا كتبت العنوان بتاع التوبيك او الموضوع، انا عايز بقى تعليمات اقولها للولد، اقول له ايه؟ جيف مي، اقول له three reasons for the global warming and how to solve it. الديسكريبشن بتاعي، يبقى هو انا عايز يقول لي ثلاث اسباب للجلوبال وارمنج او الاحتباس الحراري، واديني خيارات او اديني افكارك في ان احنا نحل المشكله دي. ده الديسكريبشن بتاعي. طيب من خلال الديسكريبشن انا الولد مش عايز يشوف فيديوهات، مش عايز يشوف صوره للجلوبال وارمنج. الفليب جريد اتاح لي الاوبشن ده، عندي اول حاجه ان انا اضيف صوره مع الموضوع، عندي ان انا ممكن اعمل تسجيل لفيديو خاص بيا انا، يعني ممكن انا اسجل نفسي واقول له او اشرح له حاجه عن الجلوبال وارمنج، ممكن احط له ستيكر، ممكن ارفع له فيديو من عندي انا كنت بشرح فيه موضوع الجلوبال وارمنج او الاحتباس الحراري واقول له اتفرج على الفيديو وبعد كده اديني ريسبونس، ممكن ارفع له فيديو من على اليوتيوب. خلينا نجيب حاجه من على اليوتيوب، هضغط على اليوتيوب هنا وبيقول لي هنا حط لي اللينك، فانا هطلع بره المستعرض وهفتح اليوتيوب وهبحث عن حاجة عن الجلوبال وارمينج أو الاحتباس الحراري عشان الولد يبدأ يتفرج عليها أو يشوفها. هكتب هنا جلوبال وارمينج أهي في أول بحث، هشوف الفيديو هنا جايب لي فيديو أهو نشوفه مع بعض كده. Okay, class. Who would like to do problem three on the board? حلو قوي. طبعا هو كده عامل معاه الفيديو اشوف هو هل هو ينفع ولا لا. طبعا هنا اقول له اوكي شويه. هنا الفيديو ده بيتكلم عن الجلوبال وارمنج، هاخد الرابط بتاعه اقول له شير، وهنا هيبدا يقول لي هات الرابط اقول له كوبي، هرجع تاني على الفليب جريد واحط هنا اليو ار ال بتاع الفيديو اللي انا جبته وهقول له سيرش، هيقول لي الفيديو اللي انت بتدور عليه اهو، لو سمحت ضيفه لي في التوبيك بتاعي. كده كل طالب هيدخل عندي هيشوف الانستراكشنز وهيبدا بعد كده يسجل الاستجابه اللي هنتكلم دلوقتي لما نفتح الكاميرا مع بعض ان شاء الله. نشوف هنا الريكوردينج تايم. الريكوردينج تايم انا شايف ان الولد عشان يتكلم او يعمل لي استجابه الوقت المناسب ليه قد ايه. الوقت المناسب للفئه العمريه دي ممكن تكون مثلا 3 دقائق او 5 دقائق. طبعا هو الاوبشن بيديني من اول 15 ثانيه لحد 10 دقائق ان هو يسجل فيهم، انا عايزه يسجل 3 دقائق بس وهم دول هيكونوا كفايه عليا جدا. طيب
من خلال الموضوع وانا بنشئه لازم اهتم بالاعدادات او السيتنج. ليه بهتم بالاعدادات او السيتنج؟ لان الاعدادات هي اللي بتقول لي التوبيك ده او الموضوع ده هيوصل للولاد امتى وهيخلص امتى، وهعمل مودريشن او هعمل اداره للموضوع ده كامله علشان الولاد ما يدخلوش يمسحوا الموضوع، علشان ما يدخلوش يعلقوا بتعليق انا مش عايزه، علشان انا اشوف الريسبونسز بتاعتهم الاول قبل ما اعمل لها بوست، قبل ما كلهم يشوفوها، يعني انا بشوفها في الاول انا كتيتشر بشوفها عندي من خلال الجروب، وبعدين بعمل ايه؟ ابدا اعمل لها ابروفد او اسمح لها بان هم يشوفوها. اجي هنا في السيتنج، السيتنج عندي هنا في التوبيك بيقول لي اول نقطه اساسيه عندي لازم اخلي هنا التوبيك يكون اكتيف. طبعا هو هنا لا اما اكتيف او هيدن او فيو اونلي، لازم اخليه اكتيف. لو انا مش عامله اكتيف الاولاد مش هيقدروا ان هم يشاركوا فيه. طيب الستارت ديت هو 22/6 النهارده، طب الاند ديت اللي هو اليوم اللي انا هيخلص فيه ميعاد التسليم بتاعي خليه مثلا يوم 30. يبقى يوم 30 هيجي التوبيك ده خلاص مش هيبقى متاح ان الاولاد يبداوا يعملوا عليه استجابه. نيجي للمودريشن للكومنتس اللي هي الاولاد هيعملوها، لازم افعلها، شايفينها؟ لازم دي لازم تتفعل. ليه؟ لان اي ريسبونس او اي استجابه الولد لازم يعملها لازم انا ايه اعمل لها ابروف، لازم انا اعمل لها سماح ان هم يشوفوها. طيب بالنسبه للكومنتس التعليقات على الاستجابه، الولاد هيعلقوا لبعض لما يشوف واحد بيسجل فيديو، ممكن يقول له احسنت، ممكن يقول له تعليق مش كويس. طيب ممكن التعليق ده هيكون بإما فيديو تكست ولا فيديو بس ولا تكست بس؟ انا بفضل، انا كمحمد بفضل ان هو يكون تكست بس. طيب اللغة عندي طبعا هي الانجليش، الريسبونسز برضو نفس الحكاية. في الريسبونسز دي انا عايز الولاد يكون عندهم اتاتشمنت، مفيش مشكلة، عايز ان هم ممكن يعمل لهم داونلود وشير للريسبونس ولا مش عايز زي ما انا احب. اللي انا عايز افعله من دول بفعله. طيب الكاميرا، الكاميرا انا عايز افعل لهم في الكاميرا، طبعا الكاميرا فيها اوبشن جميله جدا، انا عايز الولاد كلهم يستفيدوا منها فهفعلها كلها، وطبعا ده على حسب الفئه العمريه اللي انا بتعامل معاها. نيجي هنا النقطه الاخيره، النقطه الاخيره هي نقطه الجيست. لو انا عندي حد من الزوار مش معاه في الفصل وعايز يدخل يعمل ريسبونس، هل ده متاح؟ او طبعا متاح من خلال الاوبشن بتاعت الجيست باسورد. انا ممكن انشئ للتوبيك ده اعمل له باسورد بحيث ان اي حد يدخل عليه ما يقدرش يعمل استجابه لما يكون معاه الباسورد. طب الباسورد هيجيبه منين؟ انا اللي هنشئه دلوقتي لو انا عايز انشئه، فبقول لي هنا ايه جيست باسورد وبفعل دي وبكتب الباسورد تحت اللي انا هضيفه، وبعدين هبعته للجيست او الزائر اللي عايز يدخل معايا. انا كده خلصت التوبيك والاعدادات، فاقول له بوست توبيك. لما بعمل نشر للتوبيك هيروح برضه هيقول لي التوبيك بتاعك دلوقتي جاهز. طيب نفس الشيء زي ما كنا بنشير الجروب او المجموعه، هنعمل شير كمان للموضوع اللي احنا عملناه من شويه. اول حاجه عندي هو الكيو ار كود، برضه ممكن انا اعمل سكان الكيو ار كود وهنزله واصوره وابعته على الواتساب. ممكن اضيف اعمل مشاركه للموضوع ده على جوجل كلاس روم، ممكن اخده امبيد كود في ذس واي، ممكن احطه على التيمز كاساينمنت ان هو ده الواجب بتاعكم على المايكروسوفت تيم، او ان الافضل او اسهل طريقه اللي هي ان انا باخده كوبي لينك وبحطه في الشات بتاع المحادثه او الفريق اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. اي حد دلوقتي ممكن ان هو يقدر يعمل ريسبونسز على الموضوع اللي احنا نشرناه من شويه. هننتقل للنقطه الاساسيه، ازاي انا هعمل ريسبونس؟ طالما ازاي هعمل ريسبونس يبقى انا لازم هفتح الكاميرا. نضغط على الكاميرا علشان نتعرف ازاي هنعمل ريسبونس. واضحه كده مس ميرفت الكاميرا عند حضرتك؟ طيب انا طبعا مش سامع صوت نيرس ميرفت، فالكاميرا واضحه يا جماعه عندكم ولا مش واضحه؟ نيجي لاول حاجه عندي هنا،
ايوه واضح يا مستر محمد، الصوت واضح تمام الحمد لله. اول حاجه انا بفتح الكاميرا، طبعا حد هيسالني هيقول لي دلوقتي انا فتحت الكاميرا حد هيشوفني؟ لا طبعا، الكاميرا في البدايه هي انا بعمل كل شغلي وبعمل اعدادات الفيديو وبصمم الاستجابه بتاعتي بكل اريحيه، وبعدين بعمل لها بوست. هشوف الاوبشنز المتاحه عندي في الكاميرا، اول حاجه بضغط على الاوبشن هنا وبشوف. طيب انا مش عايز اطلع بشكلي، انا مش عايز اسجل بشكلي، عندي الاوبشن ده؟ اه طبعا موجود. اول حاجه عندي هنا بيقول لي ابلود كليب. يعني ايه ابلود كليب؟ يعني انا لو عندي فيديو صغير اقل من 10 دقائق او اقل من 3 دقائق اللي انا عاملها للاستجابه، بقدر ان انا ارفعها. لو ضغطت هنا على ابلود كليب هيوصلني فين؟ هيوصلني على الجهاز بتاعي اللي انا اللي هو اللابتوب بتاعي. طيب انا مش عايز اعمل ابلود كليب، هاجي تاني على الاوبشن وهشوف المايك اونلي، ودي حاجه جميله جدا موجوده في الفليب جريد، ان انا هلغي الصوره بتاعتي وهيطلع بس الصوت. زي ما احنا شايفين كده، طالما ضغطت على مايك اونلي تحت منها في ايه؟ في نقطه خضراء اهي، معناها ان المايك بس هو اللي شغال. لما بشيلها برجع تاني بالفيديو. طيب انا لو عايز اعمل ميرور، يعني اعكس الصوره، خلينا بالعكس. عندي بعد كده لو عايز اعمل ميوت، في كمان اوبشن جميل خالص اللي هو لو انا عايز اعمل تسجيل للشاشه. طبعا انا بتكلم على نفسي كستودنت، كمتعلم. هو الولد عامل بي دي اف حلو، عامل باوربوينت، وعايز يشرح لي الاستجابه بتاعته على الجهاز. اداله او اتاح له الفليب جريد، اتاح له ازاي ان هو يعمل ريكورد السكرين، ازاي ان هو يسجل الشاشه. طيب في ايه كمان عندي؟ في عندي الافكتس دي، الافكتس دي هي اللي متاحه لكل الولاد، او اللي انا عملت لها تضمين دلوقتي لكل الولاد. نفتحها مع بعض ونشوف ايه هي الحاجات الجميله اللي موجوده فيها. اول حاجه عندي الفلترز، زي السناب شات بالظبط، في عندي مجموعه من الفلترز. الفلترز اللي هي ممكن اغير بيها الالوان، ممكن ان انا اعملها مرغوشه زي كده. انا شخص غامض والنهارده جاي اتعرف على حاجه، عايزكم تقولوا لي انا مين وبعمل ايه والكلام ده. في حاجات حلوه كتيره في الفلترز، ممكن اختار منها اللي انا عايزه. طبعا احنا زي ما احنا بنقول، احنا بنقول هنت صغير او تيبس صغيره عن الموقع، وبعد كده حضراتكم بسيب لكم العنان والكرياتيفيتي ان انتوا تبدعوا فيه. في ايه تاني في الافكتس؟ هضغط تاني على ارجع على الافكتس تاني، هيجي لي بعد كده التكست. انا لو عايز اكتب تكست او اكتب نص، هكتب اختار الشكل واكتب مثلا اسمي محمد. كتب سوري، عايز اضيف محمد دي هجيبها. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ في شاشه تانية جات لي اضافيه، دي خاصه بالفونت، بالتكست ستايل، بالشكل الخط، بنوعه، بحجمه، بالخلفيه، كل ده ان انا مقدر اتحكم فيه. طب انا الخلفيه بتاعته مش عجباني، انا عايز اخليها زرقاء، عايز اخليها صفراء. اوكي، وبعدين هعمل له كاستمايز لو انا عايز اجيب خلفيه معينه. طبعا دي صعبه قوي. نرجع تاني التكست باك جراوند، عندي الكلر، اللون عايزه يكون اصفر مثلا. اوكي تمام، عايز اخلي الفونت عندي هنا برضو الاسترايك. الاسترايك ده اللي هو الشكل من بره، او الطريقه اللي بحدد بها الفونت. طيب الفونت هنا كتبت التكست، عايز اخليه على الجنب كده شويه، اضيفه. هرجع تاني للافكتس. في تاني حاجه عند البين، طب البين ده مش محتاج سبوره؟ الجميل بقى ان هم عملوا لي سبوره. السبوره فين؟ هي البورد، جاب لي هنا بورد. طب انا عايز وانا بشتغل اجيب بورد عندي، اجيب حاجه اكتب عليها، فاختار مثلا دي. ايه اللي حصل قدامنا دلوقتي؟ اللي حصل ان الشاشه اتقلبت بالنص، او بقت في النص. طبعا اخلي دي هنا عشان ما تضايقنيش. ودلوقتي عندي سبوره وعندي شكلي. السبوره او الشكل مقسومين بالنص كده زي ما احنا شايفين. طب انا عايز اخلي السبوره هي المكان كله، فبعمل سبليت سكرين كده، وبخلي الجزء الخاص بيا اكبره واصغره زي ما انا عايز. طيب انا جبت السبوره، هرجع دلوقتي هجيب القلم. خاصه المدرسين الرياضيات، التيتشرز،
او الماس بيدورهم على ان هم يكتبوا معادلات. طبعا مش كل وقت يقدر يكتب بالتكست، هجيب القلم اختار القلم ولونه وبعدين هكتب هنا اللي انا عايزه ارسم. طبعا الرسم بتاعي فظيع، هو المفروض ان ده رسم بس هي 3 بطاطس. اوكي رسمت. طب انا مساح، عايز امسح، انا في حاجه عملتها غلط. ممكن عندي خاصيه ان انا ارجع اندو او ان انا امسح كل اللي انا كتبته، فانا هعمل اندو، هيعمل شايفين بيعمل خطوه خطوه. اوكي طيب انا عايز ارجع تاني، هرجع للافكتس تاني وهخلي السبليت بتاعتي الشاشه، اسف سوري. طبعا هجيب هنا القلم، هجيب البورد تاني وهرجع بالسبليت اخلي الشاشه كلها انا. اوكي طيب نرجع تاني للافكتس ونشوف ايه الجميل اللي متاح فيها. عندي الستيكرز، لو انا عايز احط ستيكر معين هنا، طبعا اول ما بفتح الستيكر بيقول لي ده الستيكر الجديد اللي متاح، انا عايز احط ده، انتظر شويه لحد ما يحمل. الستيكر اهو، انا عايز اكبره اصغره. كل ده يا جماعه وانا لسه ما عملتش بوست للريسبونس، انا بظبط الاستجابه بتاعتي. ايه تاني موجود عندي في الايفكتس؟ الايفكتس طبعا هنا ممكن ان انا احط كمان جيف، او ان انا ارفع صوره، من لو ضغطت على ان انا ارفع صوره هيقول لي ابلود فوتو. طب انا مش عايز اعمل ابلود فوتو، ممكن احط فريم، احط اطار. انا شايف مثلا الاستجابه عايز احط اطار ده فيها، لا مش عاجبني. طب نحط ده. اوكي حط ده اغير. حلو ده جميل، بيحسسني ان انا دي جي. اوكي خلاص، هنا انا دلوقتي جهزت الاستجابه علشان هبدا اسجل. في حاجه تانية كمان اللي هي الباك جراوندز. الباك جراوندز ممكن انا اجيب باك جراوند تكون هي الخلفيه بتاعتي التليفون، اسف الكمبيوتر او الجهاز، او ممكن تكون خلفيه من الخلفيات دي واقدر اختارها زي ما انا عايز. طبعا مش عايز اطول عليكم، خلينا بس نبدا عشان نعمل الاستجابه. طيب هنا في ايه كمان؟ هنا في الجنب فوق في الستيكر، ستيكي نوت. لو انا عايز اعمل ستيكي نوت اكتب فيها اي حاجه، اقول مثلا هلو الستيكي نوت اكتبها او الطالب يكتبها، وبعد كده انا دلوقتي خلاص جاهز الاستجابه بتاعتي، هبدا على ان انا اسجل، هعمل تسجيل. بضغط على علامه اللي في النص وبيقول لي 3 2 1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم جميعا في مبادرتنا، مبادره معلم اعداد معلم مبدع، مع الاعداد معلم مبدع خبير لسنه 2023. خلاص سجلت الاستجابه، بضغط نيكست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا في مبادرتنا، مبادرة معلم إعداد معلم مبدع، مع لإعداد معلم مبدع خبير لسنة 2023. كل ده أنا ما ضفتش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل ده أنا ما ضفتش الاستجابة، يعني لسه لحد دلوقتي بجهز فيها. طيب نيجي هنا بقى لإيه؟ عندي إن أنا أعملها داونلود، لو أنا عايز أعملها داونلود. في عندي أوبشن جميل خالص اللي هو إن أنا أحط موسيقى. انا شايف ان الصوت لوحده مش كفايه، انا عايز احط موسيقى كمان. خلينا نشوف الموسيقى من دي مثلا، نشوف دي، اسمع دي حلوه الموسيقى دي هاديه. هضغط على علامه البلس عشان تتضاف كده، خلاص اهي. السلام عليكم ورحمه الله، زي ما احنا سامعين كده ايه، اهلا الصوت بتاعي شغال وفي نفس الوقت الميوزك ورايا شغال، وبعدين هعمل نيكست. اعداد معلم هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلاص هنا اعمل بوست الفيديو بتاعك. الفيديو بتاعي هينزل فين؟ هينزل على ماي بروفايل. طب انا اقدر اغيره؟ هقدر اغيره منين؟ من التشينج. طيب انا عايز احطه في الجلوبال وارمنج، احطه هنا في الجلوبال وارمنج، او احطه هنا، او احطه في اي جروب انا مشترك فيه او انا ليد فيه. فهي دي الميزه الجميله في الكاميرا دلوقتي بعد التحديث، ان انت بيتيح لكل المعلمين او كل الطلبه ان هم يعملوا الاعدادات الاول بتاعه الاستجابه، وبعد كده يحطوها فين؟ في المكان اللي هم عايزينه. خلاص بضيفها على المبادره بتاعتنا واقول له كونتينيو، وبعدين هقول له بوست تو توبك.
بعد ما بنتظر لحد ما بيحمل وبيكتمل 100% complete كده، ان البوست بتاعي بدأ يبقى موجود او يكون موجود في التوبيك. هننتظر لحد ما يحمل. خلاص كده تم التحميل في 100%، هيقول لي ايه تم التحميل بنجاح، هقول له جو تو توبيك، هروح اشوف التوبيك بتاعي شكله عامل ازاي دلوقتي. اهو ده الجلوبال وارمنج، ودي الاستجابه، وده مستر وائل زي ما عودنا دايما موجود معانا. خلينا نعرض الاستجابه بتاعت مستر وائل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حبيبي يا مستر وائل، منورنا ومشرفنا دايما والله. شكرا مستر وائل. طبعا مستر وائل مستخدم برنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نرجع تاني على الجلوبال وارمنج او المبادره بتاعتنا. انا مش شايف في عندي 25 ممبر فيهم عمل استجابه واحده. طيب النقطه دلوقتي اللي احنا هنتكلم فيها هي نقطه البروفايل. عند الصوره الرمزيه في قائمه منسدله، القائمه المنسدله فيها حاجه اسمها الديسكفري، ونركز مع بعض هنا بقى في النقطه دي. طيب ايه فايده الديسكفري؟ الديسكفري هو المكتبه او هو العالم بتاع فليب جريد اللي انا بقدر اجيب منه كل الموضوعات من كل الدنيا. هنا الديسكفري زي ما احنا شايفين، انا عشان انا مسجل الفئه العمريه بتاعتي اللي هي الاليمنتري سكول او المرحله الابتدائيه، بيجيب لي الموضوعات المتعلقه بالمرحله الابتدائيه. طب انا لو عايز في موضوع معين انا عايز ادور عليه، زي مثلا نخلينا نقول sounds for kids وليكن انا بقول اسم كده بشوف. هنا راح جايب لي كل الموضوعات المتخصصه بالساوندز فور كيدز. طيب انا عايز اخلي الموضوع محكم شويه، هاجي هنا على السبجكت واخليه انجلش، او اللي هي الانجلش لانجويج او لانجويج ليرنينج. يبقى هو هيخلي لي البحث بتاعي عن شايفين ايه اللي حصل دلوقتي، راح متغير البحث. طب الكوميونتي، انا عايز الكوميونتي بتاعي يكون من 5 ل 10 سنين، هيروح مغير لي البحث بتاعي. ايه اللي انا استفدته دلوقتي؟ ان انا هتعرف على موضوع تم بانشائه بيخص اطفال من 5 ل 10 سنين متعلق بالساوندز او بالنطق. ممكن ان انا اخده واعدل فيه واعمل له شير في الجروب بتاعي. طبعا ده فايده، هي زي مكتبه عامه لكل الفليب او الجريد بالز على مستوى العالم ان هم يعملوا مشاركه مع بعض. ايه كمان موجود عندي في الديسكفري؟ وهو النقطة المهمة اللي موجودة المتاح اللي لازم هجاوب عنها في الاستمارة. عندي في الديسكفري في حاجة اسمها الفليب جريد لايف ايفنتس. اللايف ايفنتس او الاحداث اللي هي بتحصل بصفة مستمرة للفليب جريد. لما هضغط على الفليب جريد لايف ايفنتس هيجي لي كل الاحداث اللي هي حاليا او لسه هتكون في القريب عن الجريد الفليب جريد. وطبعا هو هيسالني سؤال في الاستماره، هيقول لي كم عدد الفليب جريد ايفنتس او الاحداث اللي انت حضرتها مع الفليب جريد. انا دلوقتي مش متاح لي حاليا غير يوم 27 اللي هو الاحتفال ب 10 سنين فليب جريد اللي هو السوشيال ليرنينج. فانا هعمل ايه؟ اول ما هدخل هقول فيو events وهبدا اعمل تسجيل للاستماره او طبعا هختار in person لان طبعا احنا مش متاسف in virtuality. طبعا احنا مش هنحضر in person لان طبعا دول الناس اللي هتكون موجوده في امريكا، لكن احنا هنقول attend virtually علشان احضر الفليب جريد او الايفنت ده، وهكتب ان انا حضرت ايفنت واحد. هبدأ هنا هملأ الاسم الأول، الاسم الثاني، الإيميل، الكونتري وهكذا، وبعدين هعمل ريجستر.
طيب في ايه تاني كمان متاح في هنا في صورة البروفايل؟ عندي الاتشيفمنت والميكس تيب. الميكس تيب لو انا عملت فصل كويس وحبيت ان انا اجمع الاستجابات بتاعت الولاد كلهم في شريط واحد او في زي ما بيقولوا كده البوم واحد، بعمله في حاجه اسمها الميكس تيب. بمجرد ان بضغط عليها بقول اد ميكس تيب وببدا في الخطوات، وبعدين بيظهر لي لينك زي ده ممكن ان انا اعمل له شير على ملف السواي اللي احنا هنقدمه. طبعا احنا دلوقتي عشان ما فيش طلبه احنا ممكن ندخل نساعد بعض، يعني لو حد عمل فينا عمل موضوع ممكن ان احنا ندخل نعمل استجابات لبعض علشان ندعم بعض. هو في النهايه يعمل الميكس تيب بتاعته ويعمل المشاركه للرابط. في عندي حاجه مهمه جدا هي الاتشيفمنت. الاتشيفمنت ديت خاصه بيا كعضو في الكوميونتي علشان اخد الشاره الاولى او الشاره الثانيه وبعد كده الامباسادور في الفليب جريد. لازم ادخل ان انا اخلص كل الانجازات المطلوبه مني في الفليب جريد. عندي اخر حاجه هتكلم عليها اللي هي الجريد باوز، ونصحصح مع بعض قوي في الجريد باوز، لان الجريد باوز مطلوب مني حاجتين فيه. الحاجه الاولانيه ان انا هعمل بعض الاشياء على الموقع، والحاجه الثانيه ان انا هعمل مجموعه ثانيه من المهام على الايميل. الله يعمل اللخبطه دي. لا ده هو ده اللي لازم يتم علشان نقدر نعمل حصر للجريد بالز بتاعتنا. لما بضغط على كلمه جريد بالز بتظهر لي زي ما احنا شايفين كده ان هي هيدن. يعني ايه هيدن؟ يعني مخفيه. طب ان انا هفعلها ازاي؟ لازم اضغط على كلمه اكتف. اوكي انا هشرح بالراحه خالص علشان النقطه دي مهمه جدا ولازم كلنا نعملها مع بعض سوا. الناس اللي بتطبق معايا تطبق معايا خطوه بخطوه. انا هعمل هنا دلوقتي ضغطت على الجريد بال، فاول حاجه بيقول لي ان هو الجريد بال بتاعك هيدن. طب انا عايز اخليه اكتف، هضغط على كلمه اكتف. لما بضغط على كلمه اكتف بيجيب لي البروفايل بتاعي، بيجيب لي الشكل بتاع البروفايل. اول حاجه البايو او النبذه المختصره عني، الكوميونتي اللي انا بدرس فيه او الفئه العمريه اللي انا شغال فيها بضيفها بختارها. طبعا السبجكت انا بدرس انجلش، انا اخترت انجلش از سكند لانجوج. عندي اللوكيشن وده المهم جدا بقى، انا هطلع منين اللوكيشن؟ اللوكيشن هو الجريد بول هو اللي بيطلعه لي. انا لازم اكتب في البدايه المدينه اللي انا موجود فيها، فانا هكتب كلمه دي دميطة. اكتب حرف الاول حرف الثاني. لما ما كملتش الكلمة بتاعتي جاب لي اللوكيشن، جاب لي الموقع بتاعي. هنزل تحت شوية وهضغط على كلمة ضميط، وبعدين كلمة نيكست دي زي ما احنا شايفين كده ازرقت اهي، فهنا هقول له نيكست. هنا بقى جاب لي الانفورميشن او المعلومات اللي انا هضيفها عني، اللي انا هضيفها علشان الناس يتعاونوا معايا او يوصلوا لي. انا حاطط تويتر، حاطط فيسبوك، حاطط عندي ما عنديش انستجرام للاسف ولا سناب شات، عندي يوتيوب تشانل، عندي ما فيش عندي سكايب، عندي لينكين. وبعدين هضغط على طبعا النقطه دي خياريه، يعني مش شرط ان انت تحط كل حاجه فيها. اللي موجود عندك حطه الرابط، واللي مش موجود ما تحطوش عادي اتس اوكي. وبعدين هقول بيكام ا جريت بال. بمجرد ان بضغط على بيكام ا جريت بال هيجيب لي اللوكيشن اللي انا موجود فيه، اللوكيشن اللي احنا موجودين فيه حاليا اللي هو ايجيبت مصر. كل النقط اللي هي الخضراء البلاس دي جريد بال او ناس موجوده عملت اكتيف للجريد بال على مستوى النطاق اللي انا حددته اللي هو مصر، تونس، ليبيا، العراق، فلسطين، الاردن، لبنان، لبنان، اي حاجه فيهم اقدر ان انا اضغط على كل واحد على اي واحد فيهم وابعت له invitation. طبعا هنا مش ظاهر معايا علشان الشاشه، خلينا ننزل تحت شويه نشوف ده. هنا زي ما احنا شايفين كده بيقول لي ايه send invitation، هضغط على send invitation وبعدين هقول له send invitation. كده دلوقتي انا بعت له دعوه بقول له لو سمحت ممكن نكون اصدقاء، فبيقول لي هيرد عليا برضو بعدها يقول لي اذا كان هو يسمح او ما يسمحش. طب انا هعرف ازاي؟ هي ديت النقطة التانية اللي احنا هنتكلم عنها في الايميل بس ما بعد ما نخلص هنا على الفليب جريد.
انا عايز اخلي البحث بتاعي او ان انا ادور على شخص معين، طب انا عايز اخلي المجتمع اللي انا بشتغل عليه ان هو يكون elementary، الناس اللي بتشتغل عايز يكون اللي هم الاصدقاء معايا بتوعي، زي ما احنا بندور البحث كده على الفيسبوك، هو نفس الموضوع بالظبط عندي على الجريد طبعا. عايز اخلي الناس اللي انا هدور عليها تكون من بتدي سنة الفئة العمرية من 5 ل 10 سنين، فاخلي الكوميونتي من 5 ل 10. طيب السبجكت عايزهم كي جي ولا كله ولا الارت ولا البيولوجي ولا البيزنس ولا الكوميونيكيشن، هختار اي حاجه انا بدرسها، اشوف اي ماده التخصص بتاعي وابدا ادور عليها، مثلا الانجليش ارت ديت اللي هو الانجليزيه. هنا زي ما احنا شايفين بيحصل عمليه تقليل للبحث. انا شايف مثلا دكتور محمد رمضان ده من البحيره، هضغط على البروفايل بتاعه، جاب اللي هنا شايفين حاطط حاجات كتير جدا في الجريد بال بتاعته. طيب اشوف دي مثلا موجوده اليكا، دي مثلا بعد بتدري نفس الفئه العمريه بتاعتي، ميسي ياسمين مثلا مصطفى حاطه الفيسبوك بتاعها، في عايز حد مثلا مس اميمه. طيب انا مش عايز ولا واحد من دول، مش لاقيهم، هضغط هنا في البحث، هقفل دي وهقفل دي وهضغط هنا في الاسم اللي هو مسجل بيه او عامل تسجيل دخول على الجريد بار. لو انا كتبت هنا مثلا حد زي ميس ميرفت، مش عارف ميس ميرفت هتفضل معايا ولا لا، لان انا سبق بحثت عنها قبل كده. ميرفت رمزي اهي، ميس ميرفت اهي. لما انا كتبت ميس ميرفت ظهر معايا ان ميس ميرفت اهي، هضغط اشوف الحساب بتاعها واشوف ميس ميرفت حاطه الفيسبوك، هقدر اوصل لها من على تويتر، اقدر اعمل لها دعوه على الفيسبوك كمان لان هي حاطه اللينك بتاع تويتر وحاطه اللينك بتاع الفيسبوك، وهقول لها لو سمحت يا ميس ميرفت احنا عايزين نبقى جريت بال، فهبعت لها انفيتيشن. كده انا خلصت ان انا بعت دعوات لاصدقائي او التيتشرز اللي موجودين معايا على مستوى العالم او مستوى البلد او مستوى الدوله ان هم يكونوا معايا جريد بال. اجي بقى الخطوه الثانيه وهي المهمه، ازاي هحسب الجريد بالز اللي هم كانوا موجودين معايا في اللي قبلوا الدعوه بتوعي. ما هو مش كل حد انا بعت له الانفيتيشن هيقبلها، هعرف منين ان هو بعت لي الدعوه؟ هفتح الايميل الاوتلوك بتاعي اللي انا مسجل بيه الفليب جريد، وبنوه ان انا اللي مسجل بيه، يعني انا لو مسجل بالجيميل هفتح الجيميل لان الدعوه بتوصلهم من خلال الجيميل. اوكي، هاجي على الحساب اللي انا مسجل بيه الفليب جريد اللي هو الحساب الموحد، وهضغط على لحظه بس لما الانترنت يحمل بس شويه. ده طبعا الحساب بتاعي زي ما احنا شايفين اللي هو 2843165، ده اللي انا مسجل بيه الفليب جريد. هقف عليه وهضغط كليك يمين وهعمل نيو فولدر. ايه فايدته النيو فولدر ده؟ النيو فولدر ده فايدته ان انا هجمع فيه كل الايميلات الخاصه بالجريد بالز اللي هم انا قابلتهم او بعتوا لي، فهكتب فيه جريد، هسميه جريد بالز. اوكي، وهقول له اضغط على بعدها على طول. هنا خلاص احنا شايفين انا ضغطت عليه دلوقتي ان الفولدر ده فاضي. هرجع تاني على الانبوكس بتاعي اهو، اشوف مين اللي كان باعت لي فليب جريد قبل كده عايز يكون صاحبي. ادور كده على فليب جريد، هلاقي عندي شوف حد كده على فليب جريد، نشوف مس فاطمه اهو، مستر محمود. مستر محمود كان باعت لي دعوه، مستر محمود عبد السلام مونتوس اهي، بيجي لي بنفس الطريقه دي، بيقول لي ان هو عايز يكون معاك
طب انا هعمل ايه علشان اقبله؟ لازم اضغط على كونكت علشان اقبل ان هو او هو يكون مع بعض، ان احنا نتواصل مع بعض ونصبح جريد بعض، لازم اضغط على كلمه كونكت. اوكي، طب انا خلاص احنا تواصلنا مع بعض وبعت له وهو بعت لي والدنيا تمام واحنا اصبحنا جريد بالز مع بعض، طب انا عايز احسبه ازاي؟ هقف على الايميل اللي كان جالي من مستر محمود وهعمل كليك يمين وبعدين هقول له موف تو جريد بالز، ارجع تاني على الفولدر اللي كنت اسميه جريد بالز، هشوف هلاقي فيه مين، هلاقي فيه الايميل اللي وصلني من مستر محمود ان هو يكون معايا جريد بال. اوكي، هحسب كل الايميلات واعدها، الايميلات اللي وصلتني من اصدقاء معايا على فليب جريد او الايميلات اللي انا بعتها واتقبلت، وبعدين هعد انا عندي كام واحد حصلوا على او حصل بيننا وبين بعض تواصل على الجريد بالز، واكتب في الاستماره انا عندي 20 عندي 30، ولازم اكون اونر جدا يا جماعه. في حد بيسال جبت الايميل ازاي؟ ايميل ايه؟ الايميل بتاع فليب جريد، مش سيرش، عيده لهم تاني معلش الحته دي بس. لا تاني انا مش فاهم، انا نفسي مش فاهم. حد بيسال الايميل يعني بتاع اللي انا بفتحه الاوتلوك ده؟ يعني دخلنا على الاوتلوك اهو، هتجيب الايميل بتاعك. انا بدخل على الاوتلوك بفتح الانبوكس بتاعي، بفتح الانبوكس بتاعي. انا عندي في الانبوكس بتاعي يا جماعه انا منزل تطبيق الاوتلوك وحاطط فيه الحساب الموحد وحاطط فيه الحساب الشخصي وحاطط فيه الجيميل وحاطط فيه كل الحسابات. فالاوتلوك بجيب منه الحساب اللي انا بشتغل عليه على الفليب جريد اللي هو الحساب الموحد. عندي في ال 365 مش عليه الفليب جريد فمش هشتغل عليه. انا هضغط على الحساب او الايميل اللي انا مسجل فيه في الفليب جريد. طب لو حضرتك مسجله الايميل بتاعك بالجيميل يبقى هتروحي على الانبوكس بتاع الجيميل وهتعملي نيو فولدر تسميه جريد بالز وتحطي فيه كل اللينكات او كل الايميلات اللي وصلتك وحصل ما بينك وبينهم كونكت عشان خاطر تكونوا جريد بالز. وضحت؟ استاذة نبيلة حضرتك هتفتحي بقى بعد كده تشوفي التسجيل عشان تعرفي احنا جبنا الجريد بالز منين او احنا دخلنا على الفليب جريد وصلنا لهم ازاي، لان دي صعب نعدها كلها. اتفضل. بعد كده مس ميرفت بعمل ايه؟ بجيب اشوف انا عندي، انا دلوقتي بقى اصبح عندي ايميل اهو، ممكن اضيف الثاني والثالث والرابع والخامس. اكون يا جماعه صادق جدا ان انا عندي 30 واحد، يبقى عندي 30 واحد. نبعت لبعض دعوات، اللي يتقبل هحطه في الفولدر بتاعي اللي هو الجريد بالز وهعده وهكتب في الاستماره العدد الحقيقي اللي انا اصبحت فيه جريد بالز، واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون وفقت في اني اشرح كل النقاط الرئيسيه الخاصه بالفليب جريد. ولو في عند حضرتك اي سؤال يا مس ميرفت انا جاهز. اتفضل. شكرا لحضرتك يا مستر محمد. طبعا اللقاء النهارده كان بيختصر حاجتين، انشاء الفورمز جوه من الايميل بتاعي او جوه التيمز او الفريق اللي انشاته جوه التيمز، والجزء الثاني كان بيختصر بموقع جريد بال جريد فليب جريد وازاي اعمل جريد بال وازاي احجز لرحله افتراضيه. شكرا يا مس هبه، شكرا يا مستر محمد، وشكرا لحضراتكم، ونتقابل على خير يوم الاحد القادم باذن الله في لقاء جديد مهم جدا جدا، واتمنى ما تفوتوهوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.